قصص محرجة حصلت لك؟ دائما اوقع بالشارع. ماما اكثر شيء ندمتي عليه؟ لبست كعب اليوم. صرفت هواي فلوس. اكثر شيء ندمت عليه؟ ما ندمان على شيء. هل تعرفين الحروف الابجديه؟ نعم. اي اعرفهم. اي قصص محرجه حصلت لك؟ دائما اوقع بالشارع. وانا اول مره رحت اسافر كنت يعني شويه انجليزي ما اعرف، فما انتبهت يعني كنت مضطر انه لازم اروح للحمام. فدخلت بالحمام مال النساء، من خرجت لقيت البنات يبعون علي وصارخن، فهذا كان الموقف يعني كله صعب بالنسبه لي. قصص محرجه؟ من احكي نكته ما حد يضحك ويفشلوني.